ظروف كبيرة تمر بجاليتنا في السودان، ولكن نجاح كبير قامت به الخارجية وقامت به قواتنا الأمنية، وهذا يعتبر الحقيقة نقلة في علاقات البلد سواء خارجيا أو ما قمنا به الآن مع كل الدول العربية أو الدول اللي تمر بها طائراتنا بالأجواء. ورعب 24 ساعة أنت قاعد ما تعرف إيش يجيك، وإحنا طبعا اللي خلانا نطلع سريع أنه جتنا ضربة عدتنا صراحة، الشقة اللي بصفي جت ضربتها تفلشت راحت انتهت، سيارتي تأذت، فخلاص مع هذا الوضع انتهى. يعني انت قاعد مأمن في شقتك ما مأمن، يعني هاون جاك غير القتال الخارجي، غير القتال الخارجي بين الجيشين هذا طبعا كارثة. سقطت في العمارة اللي جيراننا، توفت واحدة ربنا يرحمها ويغفر لها، هناك الوفيات بقت ما بتعد ولا تحصى. الوضع جدا سيء جدا، والوضع لا يحتمل، والوضع يعني ما يعني احنا شفنا حروب عدة دول بس ما شفنا هيك، لان يعني انت جالس في منزلك عادي جدا انه يفتحون الباب عليك.